كابتن شريف، في البداية ماتش مهم قبل السفر لقطر في بطولة كأس العالم للأندية، نادي الأهلي عايز يواصل انتصاراته وبالتالي قبل ما يسافر يكون متربع على عرش الدوري كالعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت بتتكلم دي مباراة، والبطولة اللي احنا رايحينها دي مباراة تانية خالص، ولكن انا لا انظر للمباراة دي علاقة خالص غير انها مباراة قبل البطولة. عندك لعيبة كتير قوي يا ايمن بتخش وتطلع وتدوير، وكل مباراة كبيرة صغيرة بقت خلاص انت عندك مطلب واحد غير هو بمناسبة اتفضل يا كابتن شريف. انا بالنسبة لي مباراة بيراميدز النهاردة مباراة ثلاث نقاط. فرقة زي دي انت بتيجي تلعب معاها لما بتكسب ان شاء الله بتحس انك انت اكنك بتلعب الزمالك، اكنك بتلعب فرق كبيره، بتحسس الناس كلها وبتدي انذار جامد جدا ان انا صاحب البطوله. لما كنت بتعدي فرق زي دي اديك شفت ان كل الفرق بقت عايزه تقتنص من الاهلي. انت هنا بتلعب النهارده بيراميدز عندك حالات اهلاويه كتير قوي في الفريق الاخر. عندك احمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي و اعتقد هم الثلاثه دول موجودين، وشريف اكرام الجون، دول اشتغلوا تحت ضغط جماهيري قبل كده، اشتغلوا تحت ضغط ان لازم الدوري يبقى موجود، متاسسين مع التيشيرت الاحمر، فدول من العلامات اللي هي قدامك. ولكن في نفس الوقت هم في سن واعمار عدت سن واعمار اللعيبه بتاعتك الحقيقه اللي انت عامل فيها تدوير اللي كنت لسه بكلمك عنه، يعني شكل محمد طاهر وقفشه وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد شريف، دي لعيبه عندها من الخبرات، عندها من الوجود مع النادي الاهلي، من البطولات، من الضغط الجماهيري والمطلب اللي احنا متربيين عليه كله الفوز فقط. فانا ما عنديش اي حاجه النهارده تحسسني ان انا بلعب مباراه بطوله. انا بلعب مباراه عاديه جدا. لو اتفرجت على سموحه وبيراميدز ما شاء الله، سموحه داخله ضغط على بيراميدز الشوط الثاني وبيضربوا خطوط، يعني اللاعب برأس واحد واثنين وثلاثة بيوصل لغاية خط 18 وعايز يدخل من العمق وعايز يدخل من الجنب، ناهينا عن الجون اللي دخل وما اتحسبش، الفار ما عرفش يحسمه يعني. فالناس كلها بقت عندها قوة سنية وأعمار وجري في الملعب، فهموا الحكاية. أنا عايز أسألك في حاجة بخصوص جملة أنت قلتها قبل كده. أيوة. المرة اللي فاتت حضرتك قلت إن الدوري ده بتاع اللي بيصرف. تصرف فلوس وتصرف فلوس يا تصرف نظر يا تصرف نظر كوي. طيب انا فريق انا فريق بصرف ملايين الملايين كويس، وفريق تاني وانا عندي طموح كفريق، انا بصرف عشان احقق هدف كويس، وفريق تاني بيصرف برضو بس على القد عايز يحقق هدف هو كمان. جينا في اخر الموسم الفريق اللي صرف ملايين الملايين ده صرف في حته واحده، ما هو لحظه بس، ده غير اللي جابهم من بره. ماشي. انا ما بتكلمش على فريق معين. لا انا بتكلم على فريق معين. طيب اللي صرف الملايين الملايين ده ما حققش الهدف بتاعه، واللي صرف على القد او صرف في حدود امكانياته حقق الهدف بتاعه، هل الفريق اللي صرف كتير ده يعتبر فشل؟ هو بص هقول لك على حاجه، طالما ما حققش الهدف، هو يمكن الفريق اللي صرف كتير ده كان بيتفرج عليك كتير وبيشوف انت بتنجح منين وبيشوف نوعيه اللعيبه اللي عندك، فابتدى يقتنص منك اللي انا لسه متكلم عنه مثلا 3-4 لعيبه، ده غير اللي جابهم لنا من بره وعمليه الدخول والخروج واثبات الوجود تبقى جوه البطوله وعمل انعاش. أيوه. عمل انعاش اقتصادي يمكن ما نعرفش شكله هيحل علينا احنا ايه في البطوله، او هيحل علينا في الرياضه المصريه، او في الشكل العام. أيوه. بالايجاب ولا بالسلب. أيوه. انا اعتقد انه على لعيبه وعلى شكل التفاوض مع لعيبه معينه وكلام من ده اكيد بالسلب، يعني ان مفيش لعيب في مصر يعني يعدي الارقام اللي انا بسمعها، لان لو قارنت اللعيب المصري باللعيب البرازيلي انا بمليون دولار اقدر اجيب من احسن اللعيبه اللي موجوده في البرازيل. أيوه. ودي لعيبه على مستوى عالي وتقدر تلعب في اوروبا وتلعب في اي حته. فالنهارده انا لما يجي حد عنصر يدخل لي على الدوري المصري يخلي لي لعيبتي اغلى من اللعيبه اللي بتلاقي بتتباع بره، وخصوصا بيشتروا لعيبه سنها كبير قوي ايمن، يعني مش لعيب لسه بروميسنج الا الوحيد اللي هو رمضان صبحي مثلا لا سيما، يعني هو الوحيد اللي في سن يسمح ليه في التداول، عنده تجربه مع انجلترا او تجربه في اي حته وما كانش بيلعب وكانت فرقه درجه تانية. فهنا كان المبدا عشان نتكلم بالبلدي
وبالرياضة بقى وبالكرة الصحيحة اللي الناس قاعدة تتفرج علينا دول كانوا بيقتنصوا من شكل مؤسسة ناجحة جدا عايزين ياخدوا منها لعيبة على مستوى كبير، توهموا ان هم دول اساس الفوز في كل البطولات اللي كانت موجودة. دي ده شيء مشروع ما عنديش فهم، انما كده عشان تنجح او لازم توصل للاربعة في الاربع فرق اللي بيبقوا في الدور الاولاني، هما بيوجحوا كده وبيلعبوا كونفدراليه، انما ما لعبوش لحد النهارده بطوله انديه ابطال الانديه الاول والثاني. ما في الفرق بره ليه النهارده تشيلسي بيمشي المدرب بتاعه؟ لانه حاسس انه بعيد قوي عن كوارتر اللي هو الذهبي ده، الجولدن كوارتر ده اللي هو بيبقى كل الناس على الاقل يبقوا موجودين في افريقيا. ادام ما خدتش البطوله اللي انا فيها، ادام ما خدتش كاس الاتحاديه اللي انا بلعب فيه، ادام ما كانش ليا اي ضوء من الضوء، لازم انا على الاقل ابقى في كاس اوروبا ولا جماهيري هتطلع عليا بكل حاجه. فدائما وابدا عشان يتكلم الكل بيبص على النادي الاهلي من حيث ينتهي وبيفرحوا ان هم بياخدوا. انت شفت خدوا حد من 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 الزمالك او خدوا حد من اي فرق قليل قوي؟ يمكن احسن لعيب جابوه بني سويف اسمه ابراهيم عادل، ده لعيب كويس قوي بس اتكلم عليه النهارده قبل اللعيب هايل. فالنهارده انت لما يبقى بيلعبك اريك تراوري وجون انطوي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وعلي جبر، دي اعمار سنيه دلوقتي هو متوهم فيها ان هو يقدر ياخد فيها بطوله او يقدر يكون ليه وجود نجومي ده، انما اللعيبه دي كلها ايه؟ تقول خلاص تلعب كويسين قوي بشكل ستاندر بيدي كل اللي عنده، انما لو ضغط على نفسه يا ايمن انا بقولها لك لعيب كوره وفاهم في السن ده لازم يجيله شد، لازم يجيله اصابات، هتلاقي فيه حاجات كتير جدا بتحصل لهم. هم دايسين على نفسهم ليه؟ لان هم قدام البطل دلوقتي، قدام الناس اللي هي عندها الشكل اللي بيحافظوا بيه على بطولتهم ما فيش، فهيقابلوا الناس النهارده دايما قبل ما انا اجي بس بيقول لك ايه انا عندي ماتش مهم قوي قدام بيراميدز، شكل نفسي مش انما هم على الورق كده. والحقيقه في فرق كبير قوي بين فرقتين، في فرق كبير قوي بين ان فرقه تبقى متقدمه ويجي عليها فرقه تانية تعديها وتكسبها، وفي فرق بين لما فرقه تبقى ناقصه تتأخر بهدفين وتعمل رومنداتا بثلاث أهداف. عندهم القوام ده، عندهم الشكل ده. أيوة. فأنا بإذن الله يعني كل الكلام أنا بقوله ده هتفرج عليه النهاردة مع شكل اللعيبة المحترمة جدا لفرقة بيراميدز، هتتعامل إزاي مع شكل اللعيبة الأكثر احتراما في النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله.